صباح شريبتكم، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. بعد دقائق من توا ينطلق اجتماع مكتب الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة للاطلاع على الحجج والمؤيدات اللي تقدموا بها فرق الدفاع للنادي الافريقي وعلى هلال الشابة في الاجتماع متاع الرابطة اليوم، واللي من تقريبا انطلق نص النهار ودام أكثر من 4 ساعات. وفي الاجتماع متاع الليلة كما قلت باش ينطلق بعد دقائق من توا، باش يتم اتخاذ قرار الرابطة في الموضوع. ملاعبي الترجي كملوا تحضيراتهم مواجهة وفاق سطيف غدوة 10 متاع الليل في إياب ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، مقابلة يغيب عليها المغربي صابر بوغرين. غياب صابر بوغرين والمقابلة متاع غدوة تحدث عليهم مدرب الترجي راضي الجعايدي في ميكرو زميلي معز بوتر. إذا بحكوا اللي عنا شانس واحدة أخرى هنا باش نجمو ونسكسين كيما عملنا هذيك أمام أكثر وندومين ونلعب ونعم بالتويال اللي عودناكم به توا لموا الأخرانيين قلت ربي ونكونكريتي. الحاجة اللي نخدم عليها هنا معناتها مانيش نخدم على 11 جوار وبركة. صحيح صابر الإمباكت نتاعو من اللي جاي نوزا دوني أن إكيليبر كيما يدو كيما بن حمود وكيما لي جوار هاني. دونك بالنسبه لي نحنا اللي باش يعاود صابر انا بديت جوار لابيتيد باش جو مادابت لو سيستيم او جوار وجيساي معناتها دوني اون فالور او جوار اللي باش يدخل في ليكيب. دونك ان شاء الله تقدر ربي اللي باش يعاود صابر يفا معناتها يعطي امباكت بيان سور تكنيكو تكتيك لليكيب و اوسي انديفيديوال يعاون ليكيب باش ان شاء الله تقدر ربي نترشحو للديميسيونير اللي هو الاوبجيكتيف تاعنا. رسميا خالد بن سيسي هو المدرب الجديد لأمل حمام سوسة بعد القطيعة بالتراضي مع المدرب نوفل إشبيل. أنس جابر ترشحت الربع نهائي دورة شتوتغارت بعد الفوز على الروسية داريا كازاتكينا بزوز مجموعات مقابل صفر تواصيلها 6-3 أو 6-3. أنس تلعب غدوة مباراة الدور الربع نهائي ضد المصنفة الثالثة عالميا الإسبانية باولا بادوزا. في كرة السلة المقابلة الرابعة بين النجم الرادسي والزهرة الرياضية في نصف نهائي البطولة، النجم الرادسي فاز بنتيجة 79 مقابل 69 وبالتالي التعادل 2-2 وبش يكون الحسم في خوض مقابلة فاصلة نهار السبت في الزهرة. الفائز في المقابلة هذه هو اللي بش يواجه الاتحاد المنستيري في نهائي البطولة الوطنية لكرة السلة. أبرز المقابلات اليوم خارج تونس في إسبانيا، ريال سوسيداد مع البارسا 76 دقيقة لعب وتقدم للبارسا 1-0، ليفانتي خسرت مع في سي سي في 3-2 وكاديش خسرت مع بيلباو 3-2. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع إسماعيل ودالي في الصارية.